العشرة ودقيقة بالضبط على نجمة FM زوم 73 تنطلق معكم انت وحاتش نص نهار 3-24 مارس 2020. مرحبا بكل ما التحق بنا وشكرا لاختياركم زوم 73 نجمو نعملو تغطية ونعطيكم فكرة عامة على حوال البلاد اليوم كيفاش تصير في منطقتنا نحن في الساحل بين سوسة والمستيرة والمهدية. على نجمة FM تلقاو آخر المستجدات وبطبيعة متابعة للوضع الأمني والوضع الصحي اللي باش يكون موجود معنا واللي باش يكون موجود المدة هذه الكل في الساحل الكبير الكل من نجم وصلت الضوء على أهم المشاكل والمشاغل زادة كيف مانيش نسينا المخالفات والخروقات اللي تنجم تصير في الوضع هذايا الكل ومانيش مسلمين. دونك ديما الرسالة اللي نجم نعديوها شدوا دياركم الناس اللي تسمعوا فينا أسمعونا بالراديو تابعونا على ستريمينج لايف وكيكا توصلكم الأخبار أول بأول. ريمي تريكي شبيل رئيس تحرير زوم 73 ونجمة فهم كيما العادة معنا في البلاتو. أهلا وسهلا بك ريم. في بداية الصبحية وفي بداية البرنامج متاعنا حبيت ناخذوا فكرة عامة على الوضع الولاية اليوم الوضع الأمني الوضع الصحي متاع الولاية ويظهلي ما فهميش شكون ينجم يعطينا أكثر تفاصيل أكثر من سيد الولي ويلي سوسة سي عادل شليبي. صباح الخير ومرحبا بك سيد ويلي. صباح الخير مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين. أهلا وسهلا بك ومرحبا وسعيدة باستقبالك معنا اليوم في زوم 73. في البداية سيد ويلي خلينا ناخذ فكرة على الوضع الأمني اليوم في الولاية عامة في سوسة في ولاية سوسة الكل. احنا معناتها في مخصص الوضع الامني معناتها في مخصص تطبيق القرارات نتاع حضر الجولان معناتها اللي هي من الساعه 18 حتى الساعه 7 صباحا حتى الساعه 6 صباحا معناتها الوضع معناتها تحت معناتها الناس ملتزمين ما فماش خروج وحتى اللي خرجوا البارح برك عملنا 15 مخالفه معناتها بدات الناس تلتزم وتشد الديار معناتها في الوقت هذاك. بون خارج الوقت هذاك فما برشا ناس راهي ماهيش واعيه وهي من خلالكم دعوه باش تعاونونا واحنا قاعدين نعملوا في البلاغات ولكن مش ندخلوا في مرحله تطبيق القانون على الناس هذه اللي قاعده تخرج من دون موجوب وخاطر راهو مش نزيدوا من خلالكم نقولوا راهو كل شيء متوفر كل شيء قريب ليكم خلينا كافه المرافق الحيويه راهي تشتغل العطار الخضاره اللي فارماسي الكل راهو كل واحد عنده في حومته ما نتصورش ثم في حومه ما فيهاش حاجه قريبه ليه ما تستدعي تنقل عندها خارج حتى قريب من مقر الاقامه نتاعها راهو كل شيء موجود اذا كان حاجه متاكده نخرج وما كانش رجاء للناس الكل كان الالتزام بالحجر الصحي العام وملازمه البيوت نتاعها حفاظا على ارواحهم وعلى صغارهم وعلى اقاربهم وعلى احبائهم وعلى كافه المواطنين وحتى حمايه اللخيان اللي قاعدين معناتها ساهرين وعاطين صدوراتهم معناتها باش نحميهم هما باش نلقاو نهار اخر شكون اللي باش يخدمنا راهو الناس الكل تو نشوفوا في الاطار الطبي بارك الله فيه نشوفوا في الامن نشوفوا في الجيش نشوفوا في الناس كل تو كلها معناتها الناس كل كده معرفه صدورتها وقاعده تخدم رجاء عاونونا باش نلتزموا بالحجر الصحي العام ونقعدوا في ديارنا واللي عنده حاجه راهو اذا كان يتصل بينا وعاملين ارقام خضراء وعاملين كل شيء احنا مع بعضنا الناس والناس كل كان نشوفوا اليوم عملنا دوره مع الخيال كل كان وقاعدين نشوفوا الحجر الصحي العام امس راهي حاله كارثيه بالحق راهي الناس ماهيش قادره تشعر بالخطوره دعوه اليوم باش يشدوا ديارهم اليوم الوضع تقريبا من 7 نتاع الصباح ندوروا مع المصالح الامنيه بدات تنقص الحركه والناس بدات تشعر معناتها بضروره تطبيق القانون هذا يعيشكم نطبقوا القانون هذا شفنا كان فما بعض التجمعات في المراكز البريد الناس باش تجبد شهريتها باش نشوفوا حل للناس هذه كيفاش باش نشوفوا وقاعدين نوعيوا فيهم باش يحترموا المسافات معناتها ويكونوا معناتها ما همش قراب لبعضهم حتى ما تنتقلش العدوى هذه لا قدر الله ونوليو في مشاكل اخرى. جوستومون سي عادل سي عادل لو تسمح باش نسالك جوستومون على العباد اللي باش تاخذ الشهري نتاعها من البوسطه وكل هذايا قلت باش نلقاو لهم الاجراءات اللازمه ولكن فما عباد اللي هما يكونوا زاد معانا مش يحترموا المسافات هذه وفما معناتها مش يحترموا المسافات ويطبقوا نتاع القانون مش يخليوا بيناتهم مسافات ويكونوا معناتها هم محافظين على ارواحهم محافظين على غيرهم. به فما ناس اخرين اللي البارح شفنا بعض المعتمديات شهدت اقبال من مواطنين باش ياخذوا هذا هو حبيت نرجع لك على النقطه هذه راهم المعتمديات والفئه اللي قال عليها السيد وزير الشؤون الاجتماعيه والسيد رئيس الحكومه في القرارات نتاعه راهي الناس هذه مش جايه حوالات لديارها من هنا لاخر الشهر رجاء زاد حتى هما يفهموا راهم الحوالات البريديه باش توصل لهم قدره ربي من هنا لاخر الشهر فماش داعي هو معناتها ما فماش تحيين للقائمات سي عادل على خاطر القائمات هذه معناتها الشؤون الاجتماعيه قاعدين يركحوا فيهم بعد اللي باش يخرجوا ويعطيوهم اللي مقيد اللي معناتها فاهمنا فيهم جوست الناس اللي مقيدين عندهم الكارني الابيض ولا والكارني الاصفر هذوما هم معناتها الحوالات نتاعهم ماهوش فماش داعي للخروج
هذوما ارقامهم موجوده والمعطيات نتاعهم موجوده في المندوبيه الشؤون الاجتماعيه، ولكن فما ناس اخرين اللي مثلا هو عامل يومي ما عندوش الكرني هذايا وما عندوش اليوم مورد الرزق نتاعو تسكر، دونك كيفاش ينجم ياخذ الاعانات؟ هذا بقول لك انا قاعدين نشوفه وقاعدين باش نشوفوا لهم معناتها الامور نتاعهم عن طريق التضامن الاجتماعي ولا حاجه كيما هكاك، رجاء الالتزام بالحجر الصحي ونشوفوهم مع الساده المعتمدين مع الساده العمد مع الناس الكل الشؤون الاجتماعية، راهو مش خليه حتى حد بقدر يطمنوا الناس، راهو كل شيء موجود ما فماش داعي لله. واضح سيد الوالي، اليوم على ذكر الحجر الصحي عندكش فكرة اليوم قديش عدد الناس اللي موجودة في الحجر الصحي الإجباري في سوسة، وخاصة أنه فما أخبار اليوم على عدد من الناس اللي قاعدة تجي ونحطوا فيهم في الوتلة اليوم في المناطق السياحية لهنا في ولاية سوسة؟ عنا وتيج بركة لو في جهة شط مريم اللي حطينا فيه الناس هما اللي جايين من الخارج. امبارح سعادة فما انباء معناتها فما انباء على وجود 120 تقريبا ولا 200 شخص اخر باش يتم ايوائهم في نزل هوني في سوسه. ما فماش المعلومه هذه وصلتها، ما عندي حتى علم فيها. معناتها ما فماش العدد هذا. ما اتصل به حتى حد وما فماش حتى ناس جايين، عدم الناس اللي موجودين في اوتيل في جهه شط مريم هذوكم هما اللي جاوا كما قلت لك. واللي ما خرج منهم حتى حد من الحجر الصحي، هل كلهم ملتزمين بالحجر؟ معناتها فما الناس، معناتها انت تعرف الناس هذه فما شكون التزم واغلبيتهم التزموا، قاعدوا تقريبا فريق نتاع 10 من الناس اللي قاعدين يطلعوا يهبطوا واحنا قاعدين معناتها تعرف انت وقاعدين باش نلزموهم قدرة ربي معناتها وقاعدين يتفهموا قاعدوا زوز برك معناتها انا قاعدين معناتها وان شاء الله الناس كلهم زوز بركة. شنو خرجوا من المقر؟ لا ما خرجوش من المقر، قاعدين يهبطوا من قاعدين يتنقلوا معناتها. اي سيد الوالي على ذكر الناس اللي موجوده اليوم في النزل هذايا، البارح كانت عندنا مداخله مع مواطن في الحجر الصحي، حكينا شويه على ظروف الايواء للناس هذوما، قال ما عندناش ابسط الحاجات معناها يتشكاوا ما عندهمش معقمات. هذا راهو تو معناتها احنا وقت اللي جا راهو النزل هذايا كان مسكر وتحل النزل هذايا معناتها هما جاوا كلهم تقريبا في وقت واحد وكانت معناتها شويه معناتها معناتها اليوم ما تم توفير المواد التنظيف من امس كان كل شيء معناتها جاهز، الفطور نتاعهم والتغذيه نتاعهم والمواد التنظيف نتاعهم وكل شيء جاهز معناتها قاعدين نوصلوا فيهم معناتها في كل بالاوقات المنتظمه وكل يوم قاعدين نحسنوا اليوم احسن ان شاء الله، واحنا معناتها ساهرين باش نوفروا لهم كل الظروف هذه، راهم هم مواطنين تونس واحنا معناتها نعاملوا فيهم معامله وزاد نفهموا الناس معناتها باش ما يقعدوش، راهم هذوما ما عملوا حتى شيء، هذوما معناتها ناس احنا حابين نحطوهم غاديك ونوفروا لهم ان شاء الله ظروف الكل باش ما تقعش البوليميك هذه نتاعهم هيك ولا هيك، هذوما راهم ماهمش ناس مرضى، هذوما ناس يلزمهم يعملوا حجر اجباري صحي معناتها بعد 14 يوم ان شاء الله يتعافوا وان شاء الله يرجعوا لديارهم، هذوما معناتها ناس مع حقنا عليهم وهذوما توانسه كيفنا كيفهم ومن حقنا باش نوفروا لهم وباش يحميوا هما توانسه هما وشكرا لهم اللي هما مستجابين وشكرا لهم اللي هما باش يعديوا 14 يوم وهش مزيه وزاد حتى احنا زاد توانسه ونراعيوا الظروف نتاع بعضنا وبقدره ربي ان شاء الله نتعدوها المحنه هذه وكما هما يفرحوا اذا كان نتعدوها المحنه هذه احنا زاد نفرحوا، وهذا هو المطلوب منا باش نضامنوا الناس الكل كي معناتها ونضبطوا القوانين راهو في صالح الجميع وراهو في صالح الناس الكل. واضح، الكلمه الاخيره باش نخليها لك سيد الوالي. الكلمه الاخيره رجاء الناس الكل نعاونوا بعضنا باش الناس تفهم اللي راهو داخلين في مرحله اخيره وكما قالت الناس الكل راهي مرحله هذه شبه على حرب مع عدو ماناش قاعدين نشوفوا فيه، والعدو هذا راهو ما يجيناش هو ما يتنقلش في الهواء، راهنا احنا نمشيوا له، اذا كان ما نشدوش ديارنا احنا نجموا نجيبوا المرض لارواحنا ونعطيوه لصغارنا ونعطيوه لاحبائنا ونعطيوه لعائلاتنا، ولهذا نحافظوا على ارواحنا قد المستطاع نلتزموا بالقوانين نتاع الدوله، وهذا هو اللي حبيت نقوله. واضح، مشكور برشا سيد ويلي سوسه. سعاد الشريفي شكرا لك على المداخله معنا اليوم في زوم 73 وتحياتي ليك وللناس اللي ساهرين على امن البلاد الكل، امن الولايه وبالطريقه هذه اكيد الامن يكون على البلاد الكل. تعليق كريم. انا ديما من اول ما بدات المحنه يلدز ديما نقول انه الوعي ماهوش وعي الدوله فقط، هوني اليوم مسؤوليه المواطن بدرجه اولى، على خاطر احنا كمواطنين قادرين باش نقعدوا في ديارنا اذا كان نجموا بيان سور، خاطر ديما انا نحب نحكي ديما على العباد اللي ماهيش قادره اللي ما عندهمش حتى خبزه، راهو فما ناس معناتها بالحق ظروفها الاجتماعيه تعبه برشا وماهوش قادر باش يشري ويحط المونه نتاعو على جنب تحسبا للي باش يصير ايامات اخرين، الناس هذوما ما يسالش يخرج يشري قضيته باللي كتب ربي والا باش يستقبل اعانات من ناس اخرين، ونعرفوا احنا المدى التضامني في تونس، دونك ما يسالش فك الوقيت الصغير اللي بجوست باش يخرج يقضي قضيته ويرجع لروحه، ولكن على قليله الناس اللي ما عندها علاش خارجه والناس اللي قادره باش تقعد
في ديارها كما حكيت عليهم انت صباح، اللي يعمل في سبور ما فيها بس يعملوا في داره، اللي خارج باش يتنفس يتنفس في داره. المهم العباد اللي ما عندهاش علاش تخرج تلتزم بالحجر الصحي الشامل باش لا قدر الله ما نوصلوش راهو لدرجة الرابعة والخامسة اللي هما راهم فيهم أي. معناتها ما نخرجوش بالكل، وفما ونفقدوا غير انه ما نخرجوش نفقدوا ناس عزيز علينا من عائلتنا، دونك نلتزموا توا باش ما نفقدوش عباد نحبوهم وناس والدينا لا قدر الله، ولا اخواتنا ولا جيراننا ولا حد من عائلتنا في الظروف الصعيبة هذه. ان شاء الله ربي يقدر الخير، وان شاء الله زيدا ربي يحمي بلادنا وربي يحمينا الناس الكل. 10 و12 دقيقة زوم 73 حتى شنو النهار، ما تنسوش باش تكلمونا على 73 278 600. اذا كان فما حاجة شفتوها انتوما تحبوا تبلغوا عليها اخلالات والا خروقات للقوانين والقرارات اللي قاعدة تخرج المدة الاخرانية واللي زادت تخل بالحجر العام والا الحجر الصحي العام، هذايا من واجبنا وهذايا معناها يعبر كان على وعي التوانسة. اليوم لازمنا نستحفظوا على رواحنا، لازمنا نعاملوا بعضنا الكلنا كاينا مصابين. انت باش تحمي روحك واللي قدامك زادة كيف يحمي روحه. حاب نزيد حاجة يلدز لو تسمح، فما جمعيات وفما شباب متطوعين بالمواد التنظيف بالإجال وكل ما فيها باس يمشيوا فين البوستة باش على قليلة الناس الكبار اللي واقفين غاديكا ينجموا على قليلة هما يوعيوهم خليوا المسافة ما بيناتهم، ينجموا يعقموا يديهم ما فيها باس، ينجم يكون هذي عمل تطوعي وينجم ينفع برشا العبيد. دونك دعوة للعبيد الكل اللي قادرين باش يتنقلوا ويعاونوا الناس هذوما الكبار. شفنا البارح بعض الفيديوهات اللي يجيبوا لهم كريسي باش يقعدوا خاطر بالحق يتعبوا ولا والاكتظاظ راهو معناتها بصفه غريبه. ودعوه زاده لمراكز البريد على قليله باش تراجع توقيت العمل نتاعها ما فيها بس فيها الغصره هذيا. ظهر لي جمعه من زمان كل وزاره وقتاش تصب والا كل مؤسسه وقتاش تصب، جمعه من زمان ونجاوزوا الازمه باذن الله. دونك ما فيها بس مراكز البريد تراجع شويه الوقت نتاعها، مش لازم الناس الكل تصب في نفس الوقت. العشرة 13 دقيقة ترتيحة صغيرة مع الموسيقى، مواصلين معكم الجديد في زوم 73.